عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله معدنا مع الحصة الثانية في تاريخ الصف الثالث الثانوي. تاريخ الصف الثالث الثانوي بدأنا المرة اللي فاتت الحملة الفرنسية على مصر والشام، وعملنا مقارنة سريعة ما بين المجتمع المصري والمجتمع الفرنسي. المقارنة دي لو كنا استوعبناها صح هنقدر نفهم الأحداث اللي هنقولها النهاردة. كان في فرق كبير ما بين المجتمع المصري وما به من تدهور وضعف، وما بين المجتمع الفرنسي وما به من تقدم وثورة ونهضة. القصة بدأت منين؟ نابليون بونابرت اللي جاي يحقق أهداف محددة، جاي يحتل مصر، ومش مصر بس، ده جاي يعمل إمبراطورية فرنسية في الشرق، جاي عشان يحاصر الإمبراطورية البريطانية اللي موجودة في الشرق، جاي عشان هدفه الأصلي مش مصر، هدفه الأصلي كان إنجلترا، وجايب معاه اللي يقدر يحقق له الهدف ده عدد ضخم من الجنود، سفن ضخمة، جايب معاه علماء، جايب معاه مطبعة باللغة العربية ومطبعة باللغة الفرنسية، جايب معاه كل اللي ينقل القوة العسكرية الرهيبة لفرنسا إلى مصر، وكل اللي ينقل التقدم والحضارة اللي موجودة في فرنسا إلى مصر. طبعا مش حبا فينا، إنما عشان مصر تليق بفرنسا. وقف نابليون أمام شواطئ الأسكندرية، وقبل ما جنوده يقتحموا الشاطئ قدر ليلا يوزع منشور على الشعب المصري. نزل جنوده متخفيين وأمام بيوت الأسكندرية ابتدوا يوزعوا المنشور، الرسالة التي كتبها نابليون باللغة العربية منه إلى الشعب المصري، والتي بدأها ببسم الله الرحمن الرحيم. كان نابليون بونابرت من هذه الرسالة عايز يحقق مجموعة من الأهداف. أول هدف إنه يجامل الدولة العثمانية، لأن عارف إن المصريين بيبصوا للسلطان رمز للدين الإسلامي، وبالتالي أي معاداة مع السلطان تعتبر معاداة مع الإسلام. وهو لما يبدأ رسالته بسم الله الرحمن الرحيم يعني بيدعي احترامه للإسلام، عشان عارف إن الشعب المصري شعب ذو عاطفة دينية وما بيحبش حد يقرب من الدين بتاعه. نابليون كان عايز من هذا المنشور يحقق ثلاث أهداف: واحد، مجاملة الدولة العثمانية، اجتذاب المصريين إلى جانبه، وهدد بحرق القرى التي تقاومه. يعني زي ما تقولوا سياسة العصا والجزرة، أوعدك بحاجة كويسة وهددك لو ما كنتش معايا. وكان عايز يجتذب المصريين إلى جانبه بحاجتين. أول حاجة، ادعى أنه جاء لمحاربة المماليك، سايب حاله ومحتاله ودنيته جاي يحارب لنا المماليك، ربنا يديله الصحة. في نفس الوقت نابليون قال للمصريين أنا هساعدكم تحكموا نفسكم بنفسكم، يا عيني طول عمركم محكومين، فأنا هساعدكم في إنشاء حكومة أهلية. ومن هنا بيطلع لنا صياغة سؤال في المقدمة ومهمة جدا: حرص نابليون على توطيد سلطة فرنسا في مصر، توطيد، تقوية، تثبيت، تدعيم سلطة فرنسا في مصر. هتقولي من خلال منشوره أراد مجاملة الدولة العثمانية، اجتذاب المصريين إلى جانبه، وهدد بحرق القرى التي تقاومه. نابليون انتظر أي رد فعل من المصريين، بس طبعا ما فيش رد الفعل ده، وبالتالي بدأ في احتلال المدينة، احتل الأسكندرية وقدر يسيطر عليها بعد مقاومة مصرية رائعة بقيادة الرائع محمد كريم، اللي للأسف في النهاية تم إعدامه رميا بالرصاص. أول ما نابليون احتل الأسكندرية، وإحنا طبعا درسنا في الجغرافيا السياسية لا تسقط الدولة إلا بسقوط العاصمة، يبقى نابليون عشان يبقى اسمه فعلا سيطر على مصر واحتل مصر كان لازما يسيطر على القاهرة. ابتدى يتحرك بالجيش بتاعه من الأسكندرية إلى القاهرة في وقت كانت مصر تحت قيادة 2 من المماليك، ما شاء الله، يتصف بالغرور يتصف بالضعف، مراد بك وإبراهيم بك. ومراد وإبراهيم قرروا أنهم يدفعوا عن مصر. مراد اتحرك الأسرع وقابل نابليون في معركة تسمى شبرخيت، وهي في البحيرة، وانتصر نابليون. فرق رهيب بين القوة العسكرية اللي في إيد نابليون والقوة العسكرية اللي في إيد مراد، فرق في التسليح، فرق في العدد، فرق في التكتيك، فرق في الخطة، فرق كبير بين مصر وفرنسا.
بعدها مراد فر إلى إمبابة ليقيم خط دفاع آخر عن القاهرة بصحبة إبراهيم، ولكن أيضا نابليون انتصر على مراد وإبراهيم مرة أخرى، ففر مراد إلى الصعيد ليستمر في مقاومته هناك، أما إبراهيم فقد ذهب وفر إلى الشام بصحبة الوالي العثماني. بعدها دخل نابليون القاهرة بدون أي مقاومة تسقر تماما. يبقى تلخص الفكرة كلها اللي قلناها، إن نابليون احتل الأسكندرية بعد مقاومة مصرية بقيادة محمد كريم الذي أعدم رميا بالرصاص. نابليون احتل الأسكندرية في شهر يوليو 1798، تم إعدام محمد كريم في شهر سبتمبر 1798. نابليون انتصر على المماليك في شبراخيط، نابليون انتصر على المماليك في إمبابة، نابليون دخل القاهرة بدون مقاومة بعد استسلام زعامة الشعب المصري وقتها. يطلع من هنا سؤال، المماليك اتهزموا في شبراخيط، المماليك اتهزموا في إمبابة، يعني المماليك اتهزموا مرتين، فيطلع سؤال، بما تفسر كثرة هزائم المماليك أمام الحملة الفرنسية؟ للأسف المماليك ما عملوش حساب يوم زي ده، رغم كل الأموال الطائلة اللي كانوا بيحصلوا عليها في مصر، إلا أنهم أهملوا تحصين حدود البلاد، إلا أنهم أيضا استنزفوا قوتهم في صراعاتهم الداخلية، عامل زي ما يكون شباب عيلة وبيتخانقوا مع بعض، فوقت ما يجيلهم عدو خارجي هيلقاهم أكيد في حالة ضعف. دخل نابليون القاهرة، واللي بيجي علينا ما بيكسبش. دخل القاهرة في شهر يوليو 1798 ليصطدم بأول موقف تعجيزي، معركة أبي قير البحرية، واللي حصلت في أغسطس 1798، يعني يعتبر تقريبا بعد مجيء الحملة بشهر. إيه قصة معركة أبي قير البحرية؟ لو أنت ذاكرت الحصة اللي فاتت كويس أو الموضوع الأول كويس، عرفت أن المشكلة مش فرنسا ومصر، بل كانت المشكلة فرنسا وإنجلترا، هم أكبر أعداء لبعض. وفي معلومات بره المنهج شوية مش عايز أبعدك عنها، ولكن نابليون كان خارج بالحملة بتاعته سرا عشان إنجلترا ما تعرفش، لكن إنجلترا جالها الأخبار إن الأسطول الفرنسي اتحرك في البحر المتوسط، فأرسلت أسطولها بقيادة نيلسون يبحث عن الفرنسيين، ونيلسون في البحر المتوسط اكتشف وجود الأسطول الفرنسي أمام شواطئ البحر المتوسط، أمام مدينة الأسكندرية، تحديدا في ميناء أبي قير، فقام الأسطول الإنجليزي بقيادة نيلسون بتدمير الأسطول الفرنسي. تخيل الحملة الفرنسية بقت في مصر بس من غير أسطول. نتائج أبي قير البحرية في غاية الأهمية والخطورة، لأنها ما أدتش إلى تدمير أسطول قد ما أدت إلى فشل حملة وحلم نابليون. نتج عن أبي قير البحرية تدمير الأسطول الفرنسي على يد الأسطول الإنجليزي بقيادة نيلسون، ونتج أيضا ضياع أمال الحملة في السيطرة على البحر المتوسط، وأيضا قطع الإمدادات عن الحملة الفرنسية. بعدها نابليون عرف أن مراد اللي كان هرب إلى الصعيد ما زال مستمر في المقاومة، درجة أنه أصبح خطر على الملاحة في النيل، والملاحة أي مرور السفن. مراد زي ما بتقولوا كده مصمم يدافع عن مصر، وده كويس. منع الملاحة في النيل، منع مرور السفن في النيل، واستغل وجوده في الصعيد. ونابليون كأي حاكم قوي بيحاول يشغل عقله وبعد كده يشغل دراعه، أرسل نابليون إلى مراد يطلب منه ويعرض عليه أن يحكم الصعيد تحت إشراف فرنسا، ولكن رفض مراد، فاتجه إليه نابليون وانتصر عليه. ولكن بعدها عندما أراد السيطرة على جميع مدن وأقاليم الصعيد، استمرت العملية فترة طويلة وصلت لعشرة أشهر. تخيل نابليون سيطر على الصعيد في فترة طويلة وبعد مقاومة عنيفة استمرت عشرة أشهر، أكيد في أسباب، طبعا عدة أسباب. طول الوادي تخيل السيطرة على هذه المساحة بالكامل محتاجة وقت قد إيه؟ تحالف الأهالي مع المماليك، سبحان مغير الأحوال، رغم إن هم أصلا العلاقة بينهم عدائية، بس على رأي المثل أنا وابن عمي على الغريب. أيضا انضمام متطوعين من الجزيرة العربية، وأيضا اتباع الأهالي، حرب المناوشات والمعارك المتفرقة، والمناوشات القر الفر
لان ما ينفعش مدنيين يواجهوا الفرنسيين وجها لوجه، ده مدني وده جندي. فالحل زي ما بيقولوا المناوشات او القر والفر، وده اللي خلى المقاومه في الصعيد تستمر فتره طويله. بعدها نابليون قامت ضد ثوره القاهره الاولى اللي ما عندكش اسبابها في المنهج، لان كانت اسبابها موجوده زمان واتشالت، اللي عندك نتائجها. ثوره القاهره الاولى والتي اشتعلت في القاهره ثم امتدت الى الاقاليم المجاوره والتي قادها رجال الازهر وتعامل معها نابليون بالعنف الشديد. ثوره القاهره الاولى نتج عنها ضحايا كتير، نتج عنها ضحايا فرنسيين وضحايا مصريين. من ضمن من قتلوا في الثوره حاكم القاهره الفرنسي دي بوي، ان ما كانش حتى اسمه عندك في المنهج. ولكن نابليون تعامل مع الثوره بالعنف لدرجه عشان يخمد الثوره تماما دخل الازهر بالخيول، مما اثار الشعور الديني عند المصريين. يبقى قدر نابليون يسيطر على ثوره القاهره الاولى باستخدام العنف الشديد، بل واغضبنا دينيا عندما اقتحم الازهر الشريف بخيوله. إذن أثبت لنا هذا الموقف أنه مستعمر غاشم يدعي فقط احترام الإسلام، ولكنه بعيد كل البعد عن احترام الديانات السماوية. الدولة العثمانية أخيرا قررت تواجه الحملة الفرنسية تحت عنوان التحالف العثماني الروسي الإنجليزي. قررت الدولة العثمانية ترسل حملتين لمواجهة الحملة الفرنسية، حملة برية قادمة من الشام وحملة بحرية من الأسكندرية لحصار وتقويض الحملة الفرنسية، وعلم نابليون. وطبعا نابليون اللي مشهور جدا أن خير وسيلة للدفاع هي الهجوم، قرر أن يقلب الموضوع بالكامل، وبدل ما ينتظر ان العثمانيين يحصروا في القاهرة او في مصر، قرر هو اللي يبدأ بالهجوم ويتجه بحملته الى الشام لمواجهة الجيش العثماني من جهة والسيطرة على الشام من جهة اخرى. وفعلا راح نابليون الى الشام وانتصر على الجيش العثماني، ولكنه فشل في السيطرة على الشام لفشله في احتلال مدينة عكا لعدة اسباب: قوة حصونها، استبسال أهلها في الدفاع بقيادة أحمد باشا الغزار، وأيضا مساعدة أسطول إنجلترا لأهالي عكا. وكأن إنجلترا تؤكد أنها لن تسمح بنجاح الحملة الفرنسية في جميع الأوجه والصور. رجع نابليون إلى مصر ليجد الجيش العثماني قد أصبح في أبي قير، فدخل معه في معركة انتهت أيضا بانتصار نابليون تحت مسمى معركة أبي قير البرية عام 1799. بعدها نابليون عرف أن فرنسا بتواجه مشاكل من التحالفات الأوروبية ضدها، خاصة من دولة النمسا، ولأن وضع الحملة سيء لا يسمح بالنجاح ولن تحقق النجاح، فترك قيادة الحملة في يد كليبر وقرر العودة إلى فرنسا سرا. كليبر أول ما مسك الحملة ورغم براعته كقائد عسكري، إلا أن سأل نفسه سؤال: هل وضع الحملة جيد أم سيء؟ هل الحملة بتواجه آمال أم صعوبات؟ ولو ركزنا في الكلام هنلاقي بالفعل أن الحملة سيئة في جميع الأوجه. عدد جنود الحملة كان بيقل بسبب معاركهم الكتير. الدولة العثمانية كانت بترسل وما زالت ترسل حملات جديدة. المماليك كانت مقاومتهم اتجددت، والمصريين كانت ثوراتهم اتجددت. ومن هنا بيطلع سؤال: بما تفسر قرر كليبر الرحيل بالحملة، أو واجه كليبر العديد من الصعوبات، أو قرر كليبر أن يعقد معاهدة العريش؟ ظروف عقد تلك المعاهدة، الصعوبات اللي واجهها كليبر نقولها مرة تانية: تناقص عدد جنود الحملة، مواصلة الدولة العثمانية إرسال حملات، وتجدد مقاومة كل من المصريين والمماليك. كليبر عرض على السلطان العثماني وعلى نيلسون قائد الأسطول الإنجليزي عقد معاهدة لرحيل الحملة الفرنسية تسمى معاهدة العريش، وفيها كليبر اتفق مع السلطان أن ترحل الحملة الفرنسية على نفقة الدولة العثمانية، وبالتالي مصر ترجع عثمانية والفرنسيين يرجعوا بلدهم مرة تانية لعدم وجود أسطول معهم. وبالفعل كادت أن تنفذ تلك المعاهدة لولا أن حكومة إنجلترا تدخلت وطالبت
باستسلام الحملة الفرنسية، أي خروجها من مصر كأسرى حرب بدون أسلحة. وطبعا ده سبب العداء الطبيعي اللي موجود من زمان بين إنجلترا وفرنسا. وطبعا كليبر مستحيل يوافق على الكلام ده، لأن من شرف العسكرية الاحتفاظ بالأسلحة في كل الظروف وكل الأوجه. رفض كليبر أن يعود بالحملة محملا بالعار، فقرر البقاء وأعاد سيطرته على مصر مرة أخرى، ليتفاجأ بقيام ثورة القاهرة الثانية ضده. ثورة القاهرة الثانية اتعامل كليبر معها زي ما نابليون اتعامل مع ثورة القاهرة الأولى، اتعامل معها بالعنف، بل في نفس الوقت أرسل إلى مراد يعرض عليه نفس العرض اللي عرضه نابليون قبل كده، إن يحكم الصعيد تحت إشراف فرنسا. ورغم أن مراد رفض العرض ده قبل كده، إلا أن وافق المرة دي حتى لا يعود الأتراك. ومن هنا نكتشف أن مراد اتعرض على عرض واحد بس مرتين، مرة رفضه أيام نابليون ومرة وافق عليه أيام كليبر. بعدها كليبر تم قتله، القصة المعروفة لنا كلنا، على يد الشاب السوري الأزهري سليمان الحلبي. يتم قتل كليبر وتنتقل قيادة الحملة إلى جاك مينو اللي كان مختلف تفكيره تماما عن كليبر. كليبر كان عايز يمشي، فعقد معاهدة العريش، فشلت معاهدة العريش، قامت ضده الثورة، اتقتل. إنما مينو كان عايز يقعد في مصر، كان عايز يحول مصر مستعمرة فرنسية. وبعقلك كده مين اللي يطور البلد أكتر، اللي كان عايز يمشي ولا اللي كان عايز يقعد؟ مينو قرر يضع خطة إصلاحية في جميع المجالات، بل قرر أن يعلن إسلامه، ادعى الإسلام وسمى نفسه عبد الله وتزوج من مصرية. مينو عمل كل الحاجات عشان يرضي المصريين وعشان ينفذ حلمه في تحويل مصر إلى مستعمرة قوية. ولكن في النهاية أرسلت إنجلترا والدولة العثمانية جيشا أجبر مينو على الرحيل، وخروج الحملة الفرنسية تجر أزيال الخيبة يوم 18 سبتمبر 1801. تلخص فكرة الحملة الفرنسية وأحداثها في 3 سنين. 3 سنين للحملة، ثورتين ضد الحملة، ثورة القاهرة الأولى وثورة القاهرة الثانية، 4 قوم الحملة. أصحاب البلد قوم الحملة المصريين، اللي ماسكين الحكم في البلد قوم الحملة العثمانيين، اللي كانوا ماسكين الحكم قبلهم قوم الحملة المماليك، واللي ناويين يمسكوا الحكم بعدين قوم الحملة الإنجليز. في نفس الوقت تولى قيادة الحملة 3 من القادة، أحدهم ترك الحملة واعد نابليون، والآخر تم قتله كليبر، والآخر والأخير تم طرده مينو. شكرا لكم، إن شاء الله الحصة القادمة الحصة الأخيرة في الفصل الأول أثر الوجود الفرنسي. تحياتي.